الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت إحصائيات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في العراق بنسبة بلغت 5.3% في شهر أيلول الماضي، وسط شكاوى من المواطنين من غلاء أسعار السلع الغذائية رغم توفر السيولة لدى خزينة الدولة. ورجح صندوق النقد الدولي في تقرير الأخير أن يبلغ التضخم السنوي للعراق أكثر من 4% خلال العام الجاري وفقا للأحداث الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة. قال المستشار المالي الكاظمي مظهر محمد صالح إن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار خلال الأيام الماضية جاء على إثر شائعات عن وجود توجه لرفع سعر صرف الدينار العراقي، وأضاف أن هذا الأمر ولد هلعا لدى بعض للتخلص مما بحوزتهم من نقد أجنبي. وأضاف صالح أن هذه المعلومة غير نقية الهدف منها شراء دولار بسعر أرخص من أولئك الحائزين المتأثرين بالمعلومة التي وصفها بالملونة غير النقية بغية تحقيق الأرباح أو المكاسب السريعة. أكدت اللجنة النيابية المالية عدم وجود نية للبنك المركزي في تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، وقالت اللجنة إن البنك المركزي لن يعدل مطلقا سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الراهنة، محذرة من أن هكذا خطوة تسبب بفقدان الثقة عند المواطن وضعف حركة السوق. وأضافت أن قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار والذي اتخذ قبل عام من الآن أدى إلى اختلال حركة السوق وعدم استقرارها وارتفاع أسعار البضائع، لكن العراق تمكن في المقابل من رفع احتياطاته من العملة الأجنبية إلى 90 مليار دولار. قال النائب عن محافظة السليمانية بريار رشيد إن وزارة النفط حددت سعر النفط المرسل إلى كردستان العراق ب 500 دينار للتر الواحد، وأوضح رشيد أنه بعد 6 أشهر أرسل ممثل حكومة كردستان في بغداد خطابا إلى شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق يطلب فيها كمية وسعر النفط الذي سيرسل إلى محافظات شمال العراق، فقامت شركة توزيع المنتجات النفطية بالإجابة على الخطاب دون العودة إلى اجتماع لجان وزارة النفط. كشفت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين حلوا بالمرتبة الثالثة كأكبر مشترين للمنازل في تركيا، وقالت الهيئة إن المواطنين العراقيين اشتروا نحو 5255 منزلاً خلال 9 أشهر من العام الحالي، منخفضاً بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغ شراء العراقيين للمنازل التركية 5585 منزلاً. وأضافت أن مواطني روسيا جاءوا أولاً بواقع 9311 منزلاً، يليهم الإيرانيون ثانياً بواقع 6540 منزلاً. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.